الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي المعروف، صاحب الآراء المهمة اللي طبعا يمكن مع كل وضع اقتصادي صعب أزمات بنتعامل معاها، بنحب نسمع رأيه ونشوف المشكلة فين، الروشتة إزاي نعالج الأمر. لما كنت بتكلم امبارح عن منظومة التموين والسلع التموينية واللي بيحصل في القمح، جه على بالنا الدكتور جودة عبد الخالق، لأنه يعني حتى الوزارة اللي كان متوليها اسمها ليها دلالة، وكان هو برضو المقترح الاسم ده، وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية. واحنا بنتكلم على الفاتورة وعن اللي بيحصل على الأرض وعن الحاجات الصعبة اللي بيتحملها المواطن، دايما نقول انه مش عايزين المواطن الغلبان هو اللي يشيل الشيلة. فين العدالة الاجتماعية؟ محدود الدخل ازاي بيتم مراعاتهم في المعادلة؟ طبيعة الإجراءات المفترض انها تتاخد، شبكة الحماية الاجتماعية. على كل الأحوال طبعا أنا مش هفتي في الموضوع ده كتير، لكن نسمع رأي دكتور جودة عبد الخالق في كل ما ليه علاقة بالوضع الاقتصادي لو طبعا الوقت أسعفنا. إذا كنا هنتكلم على التموين، على المنظومة، على الأخطاء اللي فيها إزاي نصلحها، وهو كان يعني من أهل الدار فإيده في العملية، وفي نفس الوقت هو لما الواحد بيبعد عن المسؤولية بيبقى برضو شايف الصورة بشكل مختلف حتى من كتاباته الأخيرة، وهنتكلم عنها برضو لأنه واحنا بنتكلم على قرض صندوق النقد الدولي. دكتور جودة ليه مقال أخير اتكلم فيه عن قرض الصندوق، جدواه، هل في بديل، هل في شغل تاني ممكن نعمله وما ناخدش القرض ده؟ هنفهم الموضوع بكل تفاصيله من دكتور جودة اللي مشرفنا في الحياة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك يا سيادة الوزير، ازاي حضرتك؟ أهلا بيك، أخبارك ايه يا فندم؟ الحمد لله بخير. الأول خليني بس أسمع تعليقك النهاردة على تبعة الرئيس، الكلام اللي قاله، شرحه للوضع، شرحه لطبيعة المشكلة، الإجراءات اللي قال عنها. بصراحة في إجراءات صعبة يعني وقرارات لازم تتاخد، أنا هاخدها وغيري ما خدهاش قبل كده، فيعني فيما معناه هتحمل الفاتورة أو رد الفعل ده. إزاي تبعت الكلام ده يا فندم؟ هو طبعا يعني ده بيصب في اتجاه انه الرئيس بيحاول يتواصل مع الناس، يبصرهم بابعاد الموضوع، وده شيء طيب. واعتقد لو الحكومه عززت هذا الامر بمزيد من التواصل مع الناس وتوضيح ابعاد المسائل، لانه حقيقه الامر احنا مقدمين على فتره صعبه، وأنا قلت الكلام ده أكتر من مرة، ومحتاجين نتعامل معها بمنهج يعني يتوافق مع صعوبة المرحلة. أنا مش حاسس إن احنا بدأنا نعمل ده لغاية دلوقتي، لكن ربما تصريحات الرئيس النهاردة تمثل بداية جديدة في هذا الاتجاه. أنا بس عايز أقول إنه مشاكل مصر ماهياش بنت النهارده ولا امبارح ولا اول امبارح، احنا بنتكلم على فتره من التجريف الاقتصادي والسياسي لمصر استمرت اكثر من 30 سنه او ربما يقرب من 40 سنه على الاقل، يمكن اكثر من كده. وبالتالي ده موضوع لا يمكن احنا نحله في يوم وليله، دي نمره واحد. ولكن الاهم هو ان يبقى عندي بدايه صحيحه، والبدايه الصحيحه ان انا اعمل تشخيص سليم لوضع الاقتصاد المصري واحط خطه مبنيه على هذا، زي ما يكون عندي انسان مريض. قبل ما اوصف له الدواء لازم اعرف الحاله بتاعته، التشخيص. تمام. وده اساس لاساس الموضوع. هنا بقى بيجي الدور السياسي لمن بيده مقاليد الامور، سواء كان الرئيس او رئيس الوزراء او المجموعه الوزاريه بشكل عام. لان هي اللي بتتخذ القرارات، ولكن بتتخذ القرارات باسم الشعب. وده على فكرة القسم، سواء قسم الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزراء، كله بيتكلم على الشعب. الشعب هو المرجعية في نهاية المطاف، وبالتالي الشعب هو اللي هيدفع الحساب إنجاز التعبير. وبناء على ذلك لابد أن يكون هو مركز الاهتمام. لكن لازم يعني الحساب زي ما حضرتك بتقول، ما ينفعش برضو الرئيس او الحكومه وحدها هم اللي بيدفعوا الحساب، يعني الكل مجتمع، لما رئيس الارض المصريين كلهم احنا كلنا لازم نقف مع بعض، يعني لازم نشتغل مع بعض، ما حدش فينا هيشيل الشيله لوحده. لا مظبوط طبعا. الكلام هنا محتاج عشان يبقى في شيء من المصداقيه ينقل الى المواطن عادي فعلا وليس كلاما،
انه الكل هيشيل الشيله والقادر يشيل اكثر يشيل اكثر، والاقل قدره على الشيل نخفف عنه الحمل شويه، اللي هي فكره العداله. أي. في توزيع في حمل تقيل احنا كمصريين كلنا هنشيله، ولكن المصريين طبقات. لما تتكلم مع مواطن عادي، وانا النهارده بتكلم مع السواق في الطريق بيقول كلام، طبعا كلام يعني انت عارف الشاعر قال لك ايه، لا يعرف الشوق الا من يكبده. فده طبعا مش بنتكلم على شوق، بنتكلم على انما مكبده، فعنده وجهه نظر. وبالتالي نصيحتي انا للمسؤولين انه ياخد باله من هذه النقطه. ممكن اتكلم مع صندوق النقد والخبراء والاخره، لكن في النهايه انا حسابي هيكون مع الشعب المصري، ودي نقطه لازم نركز عليها اولا واخيرا. طب الشعب المصري مهيئ لقرارات صعبه؟ يعني مهيئ لوضع اصعب من اللي هو بيتعامل معاه دلوقتي؟ في تكلفه او فاتوره سياسيه هيتحملها متخذ القرار نتيجه الحكومه لم تهيئ الشعب. هنقول الكلام ده بمنتهى الامانه، لم تهيئ الشعب بدرجه كافيه لتحمل. بس كلام الرئيس النهارده جاي في الاطار ده او في السياق ده، عشان كده بقول ربما يمثل ذلك ما صرح به الرئيس النهارده بدايه. وبطلب من الحكومه انها تكون على مستوى الحدث وتتكلم، لانه لا يجدي على الاطلاق ان انا يعني اتكلم على كلام مرسل او اروج لاحلام في الهواء ويكون الواقع مختلف تماما، لان بيخلق فجوه ثقه بين المسؤول سواء كان الرئيس او رئيس الوزراء او الحكومه بشكل عام وبين الشعب. وفي النهايه انا بقول المؤازر والمناصر للحكومه في كل الاحوال هو الشعب، وبالتالي لازم تاكد ان يبقى كتف بكتف. دي مساله مهمه جدا، مصارحه شديده. طبعا ده له متطلبات، زي مثلا ان انا يبقى ما فيش هواده ولا رحمه مع الفساد، لانه المواطن لما يكون فيه شايف فساد في اكتر من مكان وبعدين تيجي تقول ما تطلبش مني انا الغلبان وتسيب الكبير، هيقول لك لا ما ينفعش الكلام. وبالتالي وعلى فكره الحساب بتاع الشعب حساب قاسي جدا. رئيس الوزراء قال لك الحروب والفساد هم اهم العوامل يعني اللي ادت للوضع الصعب. فانا اتمنى تكون دي مرحله او بدايه جديده. طيب علشان احنا مهتمين زي ما حضرتك بتقول كده، العداله، الحمايه الاجتماعيه، الاجراءات اللي لازم تتاخد، الدعم يوصل لمستحقيه، ده يوصلنا لبعض الاجراءات المطلوب اتخاذها على الارض، واللي في منها حصل وفي منها عايزين نكمل عليه. فيما يتعلق بالدعم والتموين والمنظومه دي ورغيف العيش واللي حصل فيها، وحضرتك طبعا يعني اخذت صولات وجولات في المساله دي واكيد شايف ومتابع اللي بيحصل دلوقتي في الوزاره. شايف منظومه التموين ازاي اولا بدايه كده قبل ما ندخل في التفاصيل؟ اللي اولا يعني هو جوهر الموضوع هو الفساد، واحنا كلنا بنتكلم عن الفساد، وضروره يبقى لنا وقفه حقيقيه وجريئه وصلبه مع الفساد. عايز اقول بمنتهى الصراحه هذا لم يحدث حتى الان. ليه بقى؟ لا ده سؤال بقى يعني يسال فيه من هم في موقع المسؤوليه، لكن انا بكلمك. حضرتك كنت في موقع المسؤوليه في انا كنت أيام. في موقع المسؤوليه وقلت في وقت من الاوقات أنا عايز أعدم واحد على باب مستودع بوتاجاز كده. موضوع لا يحتمل أنصاف حلول. أيوه دول يعني إيه مراكز قوة يعني إيه المانع في الحساب؟ لا طبعا ما أديك فكرة. إيه الحسابات والتربيطات يعني؟ حضرتك اديتني مثل، لكن أنا بتكلم بشكل عام. لا بشكل في طبعا ما يسمى الدولة العميقة. إنه دولة استشرى فيها الفساد وبقى له بنية متكاملة ومنظمة وقوية وتمتلك أدوات، ولكن هي مش ممكن تقف قدام واحد وراء الشعب. دي النقطة المهمة اللي أنا عايز أرسلها للحكومة. فإذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد يبقى ثق تماما أن الشعب سيقف وراءها عن بكرة أبيه. إنما دلوقتي لما نيجي لمنظومة الدعم وما حدث في القمح، بالمناسبة يعني لا يستر انا قلت الكلام ده وهقوله مره ثانيه، يمكن اللي ما سمعش يسمع يعني. حتى. انا كتبت مذكره للرئيس من سنه فاتت على موضوع الفساد في توريد القمح، وقلت ان في ناس تربحت على حساب المال العام بما يعادل بين 1.5 و2 مليار جنيه. الكلام ده كان في الموسم بتاع 14 15.
احنا بنتكلم على موسم 15 16. طب كان في احاله البلاغات وقتها في يعني الوزاره عملت بلاغات؟ اه كان في طبعا، كان في وكان في مؤشرات واضحه جدا. يعني هو ربنا عارفه بالعقل. انت لما تيجي تبص للارقام تعرف ان في حاجه غلط، والغلط جاي من قرار اصدره وزير التموين بالسماح بتوريد القمح للمطاحن. وده عمر وزاره التموين ما كانت بتسمح وقت توريد القمح بتوريد القمح على المطاحن. ليه بقى؟ التوريد لازم يتم للشون او للصوامع، لانه قدام كل شون او صومعه في لجنه للفحص من 5 افراد. واللجنه دي بتتاكد القمح ده اولا القمح محلي مش مستورد، ثانيا من انتاج الموسم الحالي وليس مواسم سابقه. ثالثا في المواصفات من حيث درجه النقاوه والجوده اللي تسمح بانه ياخد السعر التحفيزي، احنا بندفع سعر اعلى من السعر العالمي، وبالتالي المفروض ده يوجه، والغرض منه دعم الفلاح ودعم الزراعه المصريه وتعزيز الامن الغذائي. والاوزان كمان والكميات الوهميه. كل الكلام ده كله ناتج عن دي اللجنه اللي المفروض تكون عند الشون او الصوامع دي، ما يروحش على طول على المطحن زي مزبوط. ما حصل المره لانه ده بيسموه بلغه المهن التوريد على النقره، يعني اللوري يجي محمل بالقمح ويقف عند النقره بتاعه المطحن ويروح ايه منزل القمح بتاعه، فيبقى بالظبط اكنك ولا حد شاف ولا حد تابع ولا اخفيت جسم الجريمه خلاص. ده اللي حاصل. وانا كتبت مذكره للرئيس بهذا المعنى بكل وضوح في الموسم اللي فات، واضح لسبب انا لا افهمه على الاطلاق الموضوع يعني لم يتم التعامل معه فاستشرع. واحنا طبعا التقرير بتاع لجنه تقصي الحقائق بيتكلم على 500 مليار جنيه وشويه. لا ده قمه جبل الجليد، قمه جبل الموضوع ابعد من كده واكبر من كده بكتير. ده اللي شافوه يعني الشوان اللي راحوا، هو ما شافش كل حاجه. ولكن العمليه تمت على نطاق واسع. ليه يسمح بالتوريد على النقره؟ ده سؤال. توريد للمطاحن ده سؤال مهم. ازاي مثلا محافظه الجيزه تبقى من اهم المحافظات اللي فيها توريد؟ بكلمك على الموسم السنه دي. رغم انها محافظه ليست منتجه للقمح بطريقه يعتاد بها، اهم محافظه هي الشرقيه مش الجيزه. انما السبب هو الجيزه فيها المقر بتاع المستوردين، وبالتالي بيوردوا على المطاحن. ده الموضوع. ودي اموال الشعب واموال الغلابه اساسا. وبالتالي انا بقول ان كل مسؤول يتحمل. وهنا ايوه تحمل المسؤوليه واتهم مين؟ حضرتك كلمتني برضو شون وصوامع خاصه وفين بتاعت الحكومه، التجار اصحاب المصالح المستوردين المصنعين، برضو اللجنه اعضائها زراعه وصناعه وتموين ورقابه اداريه، والمساله تحس انها سايبه فيها ميوعه. لا شوفي، هو مش سايبه ولا فيها ميوعه، هو بصراحه اكتر اتفضل النظام ده كله او ما يسمى المنظومه بقى. انا بصراحه قرفت من كلمه منظومه لانها اصبحت بتستخدم بلا اي دور. تمام صحيح. انما ما يسمى المنظومه مصممه في الوقت الحالي في مصر المحروسه لمصلحه التجار بالدرجه الاولى، ولازم باقي المواطنين الى الجحيم. اكبر مستفيد من منظومه الخبز ومنظومه القمح وكل الكلام ده هم التجار واصحاب المخابز. المواطن استفاد شويه في موضوع الخبز، ارتاح ما عادش فيه الطوابير والكلام ده، ولكن لو كان الموضوع الخبز على حساب ارتفاع فاتوره الدعم، مين اللي هيدفع الفاتوره في النهايه؟ هو المواطن اللي بيعرق ويكدح ويدفع الضريبه، مش كده ولا ايه؟ صحيح. لما فاتوره الدعم الغذاء تطلع من 31 مليار الى 41 مليار جنيه، يعني بتتكلمي على 10 مليار جنيه بلا اي مبرر خلال سنه، الفلوس دي راحت فين؟ مين اللي استفاد بيها؟ تبص في الجانب الثاني لاحوال اصحاب المخابز، احوال اصحاب المطاحن. لانه انا بس عايز اوضح نقطه انه المنظومه بتاعه الخبز كما هي مطبقه حاليا دي تشويه للنظام اللي احنا حطيناه لما انا كنت في الوزاره. النظام اللي حطيناه في لما كنت في الوزاره كان يقول الاتي: المطحن اللي عايز يطحن قمح يدفع ثمن القمح ويشيل، يدفع ثمنه نقدا ويشيل، فانا هضمن القمح ده لا يمكن هيروح في حته تانية، لازم هيتطحن، صح؟ والمخبز اللي عايز يخبز عيش يدفع ثمن الدقيق ويشيله، فهضمن ان هو هيخبز الدقيق عيش. اللي حصل غير كده. طب في النقطه دي وزير التموين الحالي
قال أنا عارف إن في فساد وفي أخطاء في المنظومة، عشان كده اقترحت منظومة جديدة أو يعني طريقة جديدة للمسألة وفصل السلع عن الدعم والكلام ده كله، مسألة متوقفة على الحيازات الزراعية، وعرضتها بمجلس الوزراء والسادة النواب، وفي برضو أصحاب مصالح هم اللي وقفوا عائق ومنعوا إن أنا أطبق المنظومة أو الرؤية دي. لا أنا ما أعرفش التفاصيل. اللي أعرفه إنه في تاريخ وزارة التموين كله كان لا يسمح بتوريد القمح على النقرة بأي حال من الأحوال في موسم التوريد. واحد. اتنين، استيراد القمح من الخارج كان يتم في أضيق الحدود في أثناء موسم التوريد عشان تتحاشي، بالذات إذا كان في بتدي سعر للمنتج المحلي أعلى من السعر العالمي، فلازم تقفلي الباب على التجار اللي عايزين يستفيدوا من العملية دي. دي كلها قرارات. طب انا كوزارة ببقى مأمنة نفسي صحيح؟ يعني موضوع التسوية الصفرية، موضوع ان انا ببقى مأمن على الفلوس دي لو حصل اي اخطاء في التوريد وفي الحسابات بقدر استردها مرة تانية، يعني في وقائع مماثلة وبنقدر احنا نسترد فلوسنا تاني؟ اولا يعني عايز اقول لك حاجة، الرحمة ما بيرجعش. يعني سمعنا انه النائب العام قرر النهاردة في 11 متهم كده، وحالة 13. تقدري تقولي اسم واحد من المتهمين دول؟ لا ما فيش اساميهم. لا طب السؤال ليه؟ يعني فيش اسامي صحيح. ايه دي مساله مريبه جدا. يعني اذا كان واحد وصل الامر الى النيابه حققت وخدت قرار وهيروح محاكمه، مظبوط؟ طب المفروض احنا نعرف مين دول. يعني ان المتهم بريء مثلا في الغد، لما ما مظبوط، ما هو بس في ده مبدا عام. مبدا عام لو وساري في كل الاحوال لما بيحصل قضايا من هذا النوع كل الناس بتعرف مين الشخص. هم بيقولوا يعني دول الوظيفه، اصحاب صوامع، ما ينفعش الكلام. ده اللي يخليني انا بصراحه قلق ان الموضوع الدوله العميقه شغاله وانه في توريه للموضوع، وانا بشك اصلا ان هنقدر نوصل نتيجه في هذا الموضوع. عفوا برضه يا فندم، ما كانش يبقى في احاله وفي قرارات وفي منع من السفر وتحفظ على اموال. نعرف مين الخلق دي؟ نعرف مين الخلق دي يا جماعه؟ ده فلوس نهبت من الناس، من حق الناس انها تعرف مين الخلق دول. ما ينفعش الكلام ده انه يطلع قرار من نائب عام. ايه الحكايه بالظبط؟ هو هياخد على محاكمه ومحاكمه عادله وله دفاع، حقه في الدفاع، بعد كده طلع براءه اهلا وسهلا ودين، بس الناس تعرف، انما ما فيش حد عارف الموضوع. طيب في ملف الدعم في السلع التموينيه والبطاقات والكلام ده، زاد ل 41 مليار زي ما بنقول من 31، وفي عهد حضرتك كان كام الدعم؟ حوالي 20 21. القفزه الكبيره دي يعني طبعا شيء ايجابي جدا، لكن انها توصل فعلا لمستحقيه وانه ما يكونش فيه اهدار. يعني برضو احد الضيوف اللي كانوا معانا امبارح قال لا انا اشك وجبت رقم والكلام ده وفي اهدار مثلا بيقدر من 10 13 مليار. لو حصل اهدار بيبقى الاهدار في ايه؟ ايه الثغرات؟ ايه المنافذ اللي بيحصل في بطاقات التموين والكلام ده؟ لانه مثلا بيتقال لك لا انا وسعت المنظومه، حطيت سلع تموينيه اكتر، في فرق نقاط، الكلام ده كله. ده اولا يعني موضوع فرق النقاط ده انا عايز اتوقف عنده. فرق النقاط معناه ببساطه انه المواطن اللي بيوفر في استهلاك الخبز اللي هو العيش بديله مقابل التوفير ده نقاط ياخد بيها سلع تانية، صح؟ تمام. طيب تمام. الوزارة بتقول على لسان الوزير انه بيدفعوا نص مليار جنيه شهريا، بقى اكرر 500 مليون جنيه شهريا. يعني 6 مليار في السنة. طيب مظبوط؟ مقابل فرق نقاط الخبز، ده معناه ايه؟ معناه ان الناس وفروا عيش بما يعادل هذه القيمة. تمام. في الجانب الآخر لما اجي ابص على الدعم الرغيف هلاقيه زاد. لما ابص لكميه القمح اللي طحنت لانتاج الرغيف هلاقيها طلعت من حوالي 700 الف طن شهريا قبل تطبيق ما يسمى المنظومه الجديده الى حوالي مليون طن شهريا بعد. في حاجه غلط في الموضوع. ازاي انا بدي فرق نقاط خبز بمعدل نص مليار كل شهر وفي نفس الوقت يبقى معناها ان الناس وفرت عيش؟ طب ازاي القمح اللي بيطحن عشان ينتج منه العيش ده زاد من 700 الف طن في الشهر الى حوالي مليون طن في الشهر؟ ده سؤال لازم الوزاره تجاوب عليه. ممكن يعني تبقى ايه الاجابه؟ نعم؟ ممكن تبقى ايه الاجابه؟ الاجابه انه المطاحن خدت القمح ووزعته بطريقتها عشان ما بيدفعوش ثمنه. وانه المطاحن خدت دي ووزعته برضه بطريقتها عشان ما بيدفعش ثمنه. وكان المنظومه زي ما احنا هندسناها لما كنت انا موجود
وناقشناها آخر مرة في مايو سنة 2012، أنا خرجت من الوزارة في أغسطس 2012. آخر مناقشة المنظومة دي كان إنه هنعمل ترتيب بحيث إنه المطاحن تدفع ثمن القمح نقدا وتشيل، اسمها كاش أند كاري. فلما المطحن يدفع 2400 جنيه في طن القمح لازم هيطحنه، مش ممكن هيعمل فيه حاجة ثانية. ولما المخبز يدفع 2500 2600 في طن دقيق برضه لازم هيخبزه، مش هيعمل في حاجه ثانيه. اللي حاصل حتى هذه اللحظه انه لا المطاعم بتدفع ثمن القمح بالكامل ولا المخابز تدفع ثمن الدقيق في الغالب، فبالتالي عندك خرم كبير في المرحله الاولى وخرم اكبر في المرحله الثانيه. طب ما دام فتحنا ملف الدعم، مش بتكلم بس على السلع التموينيه، لكن الدعم المقدم للمواطن في كل حاجه، في الطاقه، في الكهرباء، في كل حاجه. انا بس عايز اناقش فكره الدعم دعم عيني هنا. ودعم نقدي لا معلش، قبل دعم نقدي انا عايز اولا فكره الدعم، هي الحكومه برضه بتضحك على الناس بالجزئيه دي. انا كنت في الحكومه انما لما اقول لك دعم الكهرباء مثلا، التكلفه اعلى من السعر اللي بيدفعه المواطن. الميه التكلفه اعلى. انا عايز اتوقف عند كلمه تكلفه، يعني ايه مين اللي بيحدد التكلفه؟ اللي بيحدد التكلفه هي الحكومه. وانا شخصيا بشك في اساس تحديد تكلفه، لانه في مبالغات كبيره جدا ناتجه عن عدم كفاءه، فساد، كل الكلام ده بيحمل على المواطن. فانا بقوله بيستشهدوا بالسعر العالمي. نعم، بيستشهدوا بالسعر العالمي. لا لا، انا هقول لك حاجه في الكتاب، هو انا وريتك الكتاب اللي انا أو هذا الكتاب درست فيه تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر، لأنه البنك الدولي كان بيطالب برفع أسعار الكهرباء بما يعكس الأسعار العالمية. عملت حسبة دقيقة جدا وطلع أنه التكلفة الفعلية بالحساب الاقتصادي الدقيق أقل بكتير من الكلام اللي بيتكلموا عليه. فأنا عايز أقول لما تيجي تاخذ المية مثلا، تعرف المواطن اللي بيبص فاتورة المية، الشركة بتاعت المية هي المنفردة بتحديد السعر بتاع الايه؟ بتاع المتر. في حين ده بيبيع لي حاجة، لكن أنا لا أملك كمواطن. وبعدين يروح حاطط عليها 51% لزوم الصرف الصحي، فأنت بتدفع فاتورة مية مبالغ فيها، صرف صحي 51%، وبعدين في حاجات تانية يقول لك خدمة مواطنين، استمرار خدمة، نفس الشيء بيحصل في الكهرباء. فأنا عايز أقول لازم نتوقف عند كلمة التكلفة ديت، التكلفة مبالغ فيها. في الدول التانية اللي بتدير شؤونها بكفاءة مبالغ فيها، يعني المشكلة معلش أنا آسف طبعا في حسابها لكن في تكلفة، لكن قيمتها قد إيه؟ يعني بتوصل لنا بسعر أقل من المفترض إن إحنا ندفعه، لكن قد إيه الأقل ده؟ لا هو بيقول لك دعم الكهرباء هو الفرق بين السعر وبين ما يدفعه المواطن، دعم المية الفرق بين السعر وبين ما يدفعه المواطن. إحنا اللي بنسمعه لما بقعد في حاجة زي كده وبنتكلم فيها، التشغيل قد إيه؟ الأجور قد إيه؟ المادة الخام، الحاجات اللي بنستوردها من بره في الكهرباء مثلا، الغاز الطبيعي، المحطات، الصيانه، الكلام ده كله، فبالتالي سعر الكيلو وات المفترض يبقى كذا. ف احنا ده كلام الحكومه بس. انا عايز اقول لك الاصول انا هي الحكومه هي اللي محتكره انتاج الميه وهي اللي محتكره انتاج الكهرباء، مش كده ولا ايه؟ طيب في الدول الثانيه، انا عشت في امريكا سنوات وسنوات، ايه اللي بيحصل؟ شركه بتحتكر انتاج الميه وانتاج الكهرباء في منطقه ما، في حاجه اسمها المنظم ريجليتور، ده جهة مستقلة بتتابع حسابات ودفاتر شركة المية وشركة الكهرباء، تتأكد انه الكلام المسجل بيعكس واقع الحال وبكفاءة. وبالتالي لما بتفرض سعر ما بتنفردش هي بفرض السعر، انما المنظم بيردها عند الايه؟ عند احنا ما عندناش كده. احنا عندنا هيئة الكهرباء بتقول وشركات التوزيع. وبعدين على فكرة احنا هنتكلم على موضوع صندوق ده الاول، الاتفاق بتاع 91 كان جزء منه ان انا بحول الهيئات العامه الى شركات. ممكن نقف هنا عشان ما اقطعش حضرتك ونفهم المساله بشكل اكبر، عشان احنا نروح لفاصل، لكن خلينا عند الدعم. الدعم بيوصل لمستحقيه ولا لا؟ العبارات اللي احنا كلنا حافظينها دي، قيمته قد ايه؟ بيلتهم قد ايه من موازنه الدوله؟ طيب دعم نقدي ولا دعم عيني؟ المفترض ان احنا نشيل الدعم بشكل جزئي او كلي في خلال قد ايه؟ وده يتحقق مع البرنامج الاصلاحي للحكومه ولا رؤيه الصندوق والروشته اللي لازم يعني يفرضها او يقولها لو عايز او لو الحكومه طالبه قرض؟ بعد الفاصل نفتح الملف ده ونتكلم عن قرض صندوق النقد الدولي والدعم.
هل احنا محتاجين قرض صندوق النقد الدولي؟ هل في اي اجراء بديل، اصلاحات بديله ممكن نقوم بيها في ضوء طبعا الوضع الاقتصادي الصعب وعجز الموازنه؟ هل الدعم اعاده هيكلته او رفعه بشكل تدريجي ده مطلوب ومتوافق مع رؤيه او شروط الصندوق لو جاز التعبير؟ طيب الحكومه تقدر تعمل ده، وازاي المواطن هيتحمل هذا الاجراء وتبعاته؟ لسه حوارنا مستمر مع دكتور جودة عبد الخالق، ودي نقطه تحديدا اللي وقفنا عندها. اتفضل يا دكتور. بقى طبعا الحديث وحديث المدينه دلوقتي قرض صندوق النقد الدولي ب 12 مليون مليار عفوا مليار دولار، ما يعادل 12 مليار دولار. اول امبارح اظن اعلن في مؤتمر صحفي عن توصل الى الاتفاق على مستوى الخبر. هنا المقصود خبراء صندوق اللي هم كانوا في شكل بعثه جت اواخر الشهر الماضي الى مصر. بعد كده الموضوع هيروح للمجلس المديرين في الصندوق عشان ياخد الموافقه السياسيه، ده الجهه السياسيه في الصندوق، مجلس المديرين. لو اشبه بمجلس اداره الشركه المساهمه اللي هي توافق. تمام. وده طبعا هيتم كالتالي، ان الحكومه المصريه لازم تصدر خطاب نوايا موجه من رئيس الوزراء او وزير الماليه الى مدير الصندوق، بيقول له ان الاقتصاد المصري يعاني وعندنا مشكلات والحكومه جاده جدا في معالجه هذه المشكلات وتنوي اتخاذ اجراءات وتدابير للتعامل مع المشكله بكل جديه وصلابه، وتطمع في مؤازره الصندوق في شكل تمويل و اعطائنا شهاده ثقه. ده خطاب النوايا بيقدم، ما دخلش في تفاصيل ولا اجراءات ولا بنعمل ايه وهنعمل ايه لسه، اللي هو خطاب قصير ولكن عنده ملحق قد كده بكل الاجراءات والتفاصيل وتفاصيل التفاصيل. بعد كده لما بيوافق صندوق النقد الدولي مجلس المديرين بيبقى عندك اتفاق دولي. الاتفاق الدولي دستوريا لابد يمر من بوابة مجلس النواب، فالموضوع لازم يرجع لمجلس النواب مرة ثانية للموافقة عليه. تمام؟ وبالتالي في عندنا على الأقل ثلاث خطوات. الخطوة الأولى إنه الاتفاق بين الخبراء يروح لمجلس المديرين في الصندوق يوافق عليه، الحكومة المصرية تقدم خطاب نوايا، وبعدين خطاب النوايا يبقى مطروح على الصندوق للموافقة، بعد كده يرجع الموضوع. ما نوقعش، مش هناخد اي دفعه اولى غير لما مجلس النواب يقول كلمته في الاول. طبعا طبعا اكد، لانه ده الاتفاق هيبقى اتفاق دولي له قوه القانون المحلي، وبالتالي لازم يمر دستوريا انه يحمل البلد بالتزامات ويرتب لها حقوق، ولانه يحمل التزامات ويرتب حقوق يبقى لازم يمر من البوابه الطبيعيه الا وهي مجلس الايه؟ مجلس النواب. طيب لو مر الموضوع من مجلس النواب بعد كده بتتلقى مصر الشريحه الاولى من القرض. الناس فاكره ان احنا نقبض 12 مليار. النظام المعمول بيه في كل الحالات مش حالتنا بس، انك انت بتاخدي القرض على دفعات، وكل دفعه بتخضع لمراقبه ومتابعه ومراجعه دوريه كل عده شهور. فانت هتاخدي 2.5 مليار في البدايه. بيتابعوا احنا صرفناها في ايه يعني؟ انت مثلا قلت انا هعمل همرر قانون الخدمه المدنيه، طب نشوف همرر قانون القيمه المضافه، طب نشوف اخفض العجز في الموازنه العامه للدوله، طب نبص كل الكلام دوت. هنطرح اسهم شركات قطاع اعمال عام وبنوك في البورصه، ايه اللي حصل، ايه الاجراءات. طب معلش في النقطه دي يا دكتور، الحكومه قالت احنا برنامجنا برنامج مصري خالص، هل الشرطوط الصندوق بيبقى ليه اشتراطات او رؤيه معينه لازم تكون متوافقه مع الاجراءات اللي خدتها او بتاخدها الدوله، ولا احنا وفقا لمعطياتنا او لظروفنا والصندوق بيتوافق مع ده بعد كده؟ لا هو الموضوع عارفه زي يعني بسمع بقول لك ايوه ان في تفاوض وهم بيضغطوا واحنا بنضغط والكلام ده. وبالتالي القوى النسبيه للطرفين هي اللي بتحكم المحصله في النهايه. أنا عايز بس أقول إنه ما تم المرة دي إن الحكومة المصرية كانت في الواقع ولعدة شهور تتابع التفاوض مع صندوقنا الدولي مع إنكار إنها كانت بتتفاوض من غير إعلان يعني، ودي مسألة يعني ما كانش صح إنها تحصل. ما فيش
ضير ان انا اقول ان انا بتفاوض مع الصندوق. معلومه ولا قراءه كده لل لا معلومه طبعا. الدليل على هذا انه برنامج الحكومه اللي هو ده 2030 والاصلاح الاقتصادي اتقدم في مارس الماضي في الواقع كان محصله تفاهمات بين الحكومه وبين الصندوق. ولهذا طبعا ايوه لما يجي يقول ما فيش شروط، اوكي الشروط اتحطت من البدايه في هذا الايه في هذا البرنامج. بس هل دي الروشته؟ يقول لك دي روشته، عايز تصلح اقتصاد اي بلد لازم تمشي على الاجراءات دي، ده عالميا يعني. لا مش صحيح الكلام ده، مش صحيح. يعني ليه بقى؟ لانه اولا خلي بالك احنا اعضاء في صندوقنا الدولي، وكاعضاء لنا حقوق وعلينا التزامات. تمام. الشطاره ان انا ادخل صندوق النقد الدولي وانا جاهز، عندي فريق قوي من المفاوضين وخبراء يدرسوا التفاصيل وادق التفاصيل، ويطرح موقف مصري ويدافع بجسارة عن هذا الموقف المصري. دي في دول كتير عملت الكلام، وفي دول رفضت اصلا انها تمشي في سكة الايه في سكة الصندوق. في دول نهضت وقفت على رجليها بقرض الصندوق، ودول تانية فلست بعد ما خدت من الصندوق. في دول، انا هتكلم على تجربة مصر كويس كده عشان يبقى الكلام يعني على بلاطة كويس. طب في نقطة قبل حضرتك تتكلم عن تجربة مصر، قلت لي إن الصندوق في الدفعة الأولى مش بيسكت كده وخلاص، هو بيتابع بيراقب بيشوف أنت نفذت ولا لأ. مظبوط. لو في عدم التزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على الصندوق، يعني يقول لك لأ خلاص كده الدفعة الأولى ما فيش بعد كده، بإيقاف القرض. إيقاف صرف، وإما أن ينهار الاتفاق تماما أو إذا حصل استدراك للتقصير بيستأنف، إنما لا يتم صرف إذا اكتشف الصندوق انه ما اتفق عليه لم ينفذ. عشان كده الشروط بتاع الصندوق نوعين. في شروط بنسميها شروط مسبقه، يعني نقول للبلد حبيبي اعمل كذا وكذا وكذا قبل ما نقعد ونتكلم ونمضي ورقه. خلاص عشان اتاكد من الجديه. وبعدين في شروط ثانيه تلي التوقيع، فاحنا عملنا اجراءات قبل التوقيع وملتزمين باجراءات بعد الايه؟ بعد التوقيع. طب اللي عملناه واللي لسه هنعمله، في حاجات معلنه وفي حاجات الناس بتقراها يعني ما بين السطور. في الخطوات صحيحة سليمة في المطلوبة، ولا شايف انها ممكن؟ لا انا شايف انها يعني مبنية على تشخيص غير سليم لمشكلة الاقتصاد المصري. يعني مثلا في المؤتمر الصحفي كل الاجراءات ولا حاجة بعينها؟ الجوهريات، ما هو طبعا ممكن نتوه في التفاصيل، فانا عايز اركز. زي ايه اكتر حاجة حضرتك شايف انها فيها مشكلة؟ اكتر حاجة انه احنا متصورين انه قرض الصندوق ده بالنسبة لنا هو طوق النجاة، وإذا ما خدناهوش هنغرق، وده في حد ذاته تصور خاطئ. ليه هو تصور خاطئ؟ لأنه بيضعنا في موقف ضعيف في مواجهة الصندوق. الصندوق يستطيع أن يملي علينا كل اللي هو عايزه. جه إزاي؟ أنا قلت في برنامج الحكومة مثلا في تحيز واضح جدا في البرنامج. أنا هنا بتكلم على البرنامج اللي نعرفه اللي هو برنامج اللي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب وتوافق عليه. مظبوط. الإصلاح يتم على أكتاف الغلابة في هذا المجتمع ولصالح الميسور الحال والأغنياء. تقولي لي إزاي؟ كده عشان بلاطة يعني. يقول لك أنا هخفض عجز الموازنة. طيب تخفض عجز الموازنة إزاي؟ يقول لك عن طريق قانون القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة. والحكومة نفسها وزير ما يصرح إنه هيوفر 33 مليار جنيه. طبعا يعني ايه يوفر؟ يعني هيدبر موارد للخزانه العامه 33 مليار. السؤال هيجوا منين؟ من الغلابه. ليه بقى؟ لانه ضريبه القيمه المضافه دي عباره عن توسيع لنطاق ضريبه المبيعات، وهي ضريبه غير مباشره. سمعت راي تاني اقتصادي برضه، ما هي كده نسمع الراي التاني. يقول لك اللي بيستهلك وبينفق اكتر هو اللي هيدفع قيمه مضافه اكتر. لا ما هو في المطلق اللي بيستهلك وبيدفع اكتر هيدفع فلوس اكتر بالتاكيد. لكن في فرق بين لو انا باخد 1000 جنيه وسعادتك بتاخدي 10000 كويس كده، وبعدين انت تصرفي انا اصرف من ال 1000 جنيه 500 وانت تصرفي من العشرات بتاعتك 1000 ها، فال 500 تمثل نص اللي انا بكسبه، صح الكلام؟ تمام. وال 1000 تمثل عشر اللي انت بتكسبيه، وانت فعلا بتصرفي قد مرتين فهتدفع ضريبه اكتر. مساله لا تقاس. بس قال لك الخدمات الاساسيه معفاه. لا لا مش صحيح الكلام ده. ودي المواطن البسيط بيعتمد عليها اكتر. لا لا هو لحظه فات. هو الكلام ما هو موجود في البرنامج اهو، ناس تقراه بس. يعني انه قال لك انه انا في تطبيق قانون القيمه المضافه لما اجي انفذه
عارف المنشآت اللي يقل معاملاتها عن 500,000 جنيه، خلاص؟ وبعدين هبتدي احس. طيب انا كمواطن غلبان مش بتعامل فقط مع المنشآت اللي هي معاملاتها في حدود 500,000، انا بتعامل مع شركات بكافه المستويات، وفي كل تعامل هدفع ضريبه قيمه مضافه. هي الفكره في ضريبه قيمه مضافه انه لو انا بشتري بدله مثلا، البدله دي ضريبه المبيعات بدفع ضريبه على البدله لما اشتريها، ضريبه القيمه المضافه هتقول لك لا، ادفع البدله لما اشتريها كبدله، وادفع ضريبه على القماش اللي استخدم في انتاج البدل، وادفع ضريبه على الغزل اللي استخدم في انتاج القماش، وادفع ضريبه على الالياف اللي استخدمت في انتاج الغزل. طيب دي القيمه المضافه. دي القيمه المضافه، وبالتالي اللي يهمني في الموضوع ايه بقى؟ فضل. الاثر بتاعها هو رفع الاسعار وتحميل الاغلبيه الفقيره والمتوسطه في المجتمع فاتوره حل مشكله عجز الموازنه، وده مش الحل. انا بقول انه ممكن تقولي البديل ايه؟ البديل في ضوء كمان حضرتك ترجعنا للحالات اللي مصر اتعاملت فيها مع الصندوق. مظبوط. البديل ان انا بتكلم على ضريبه تصاعديه على الدخل. الضريبه التصاعديه على الدخل بتقول انه سعر الضريبه يتوقف على مستوى الدخل اللي بيحصل عليه المواطن. وده يحقق عداله اجتماعيه، مطبق في الدول الراسماليه، يعني مثلا بيصل سعر الضريبه في الشرائح العليا من الدخل في امريكا الى فوق ال 40% من الدخل. انا هنا عامل ضريبه يوسف بطرس غالي اللي عملها 20% عشان ازود التحصيل على كل الناس، وده يعني طبعا عبث عبث. الحاجه الثانيه، انت هنا بتقول انا عايز اجيب استثمارات، احد المبررات للتوقيع مع الصندوق عايز اجيب استثمارات. طيب اوكي، انت فاتحه لها الباب للدخول، لكن في نفس الوقت فاتحه لها الباب للخروج. لازم ناخد بالنا وهي بتدخل وبتخرج بتعمل ايه في الاقتصاد؟ بتكسب، لانه اللي بيشتغل في البورصه المصريه حاجه اسمها صناديق استثمار دوليه. اها. جايبه مدخرات الاجانب. تدخلها البورصه المصريه. تحرك الاسعار فوق وتحت، تحقق ارباح، وتروح واخده بره. تتخرج في اي وقت. من غير ما تدفع ضريبه. دي بدعه. امريكا اللي بيحقق ارباح في البورصه بيدفع ضريبه، المانيا اللي بيحقق الارباح على البورصه اللي طلبوا بالغائها بعد كده عشان ابقى واضح، لان الناس بتقول الكلام غلط، تقول لك عايز يفرض ضريبه على تعاملات. انا مش بفرض ضريبه على تعاملات، تعاملات تتم، اللي حقق خساره ما يدفعش ضريبه. طيب. اللي حقق ارباح هو اللي يدفع ضريبه، ده المنطق اللي بيقول. يبقى ضريبه تصاعديه الاستثمارات. مظبوط. والضريبه على الارباح الراسماليه في البورصه او على الربح. بالظبط كده. ده بالنسبه لايه؟ لايرادات. لكن في نقطه ثانيه مهمه جدا، انه في الاتفاق مع الصندوق، وهذا لم يفصح عنه الا بكلام موارب، يقول لك ايه؟ مرونه اكتر. مرونة في سعر الصرف. ما قالوش تحريك ولا تحريك. لا لا، هو معناه تخفيض الجنيه. مرونه. خلاص؟ تخفيض الجنيه. طيب سؤال بقى، هل تخفيض الجنيه فعلا هيحل مشكلتنا؟ ده سؤال مهم. عارف لو كان تخفيض الجنيه هيحل مشكلتنا، انا اول واحد كاقتصادي اقول امين، انما انا درست وادي الكتابه اهو وبقول ما حلهاش. ليه؟ لان اولا لما انا عندي واردات سلع اساسيه بنسبه عاليه في الحاله بتاعتي، فلما بخفض قيمه الجنيه مباشره سعر القمح اللي بستورده وسعر زيت الطعام وكل السلع الاساسيه اللي بستوردها، بنستورد نص الغذاء بتاعنا، ده هيرتفع. طيب يا اما ازود الدعم عشان شبكه حمايه اجتماعيه فالعجز هيزيد في الموازنه، مظبوط؟ او ان نسيب الاسعار ترتفع. ما هو يا دكتور ما هقول لك كده كده، ما هو زايد وعندك زايد. سعرين. لا وان لا الناس لا 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 بتجيب لا المستوردين ولا غيره بيجيبوهم، بقى مش من البنك المركزي. ما لبنى عفوا، ده يجي نقطه البديل اللي انا بطرحه. البديل اللي انا بطرحه، ناس ما قريتش. ما دي المشكله، احنا عندنا مسؤولين ما يعرفوش الالف من قوس الذره. يعني انت دلوقتي لما يجي وزير الصناعه والتجاره يقول لك ان احنا ما نقدرش نخالف قواعد من نظام التجاره، انا ما اعرفش ايه قواعد نظام، قواعد من نظام التجاره العالميه محدده في اتفاق اسمه اتفاق الجات 1994. كويس؟ نروح نفتح الكتاب بتاع الاتفاق ده في الماده 18 فقره ب، بتقول الاتي عشان الكلام يبقى واضح جدا، ان البلد اللي يتعرض لانخفاض حاد في احتياط النقد الاجنبي يحق له اتخاذ تدابير لتخفيض الواردات. والبلد اللي عايز يبقى عنده فرصه لزياده مستوى احتياطنا يحق له اتخاذ تدابير لتقليل الواردات. هذا هو اللي موجود، نص الماده 18 فقره ب. احنا ما عملناش كده، وبالتالي انا بقول عايز اقلل الواردات ازاي؟ اخفض قيمه الجنيه. طب انا بقول بقى خفض قيمه الجنيه وستزيد المشكله تعقيدا لسببين، السبب الاول ان ده اجراء تضخمي، ان الاسعار هترتفع زي ما انا وضحت. السبب الثاني ان انت عندك مدن زي مثلا العاشر من رمضان، 70% من الصناعات اللي في عاشر رمضان
لتجميع لمكونات مستورده. فمع كل تخفيض لقيمه الجنيه تكلفه هذه المكونات سترتفع، وبالتالي تنافسيه هذه الصناعات هتضعف. الحل مش في كده. لما تتكلم برضو مع المصنعين هيقول لك الولادات مش كلها سلع استفزازيه واستهلاكيه زي ما انا بتكلمش على الاستفزاز. بيقول لك ان في مواد خام احنا محتاجينها تصنيع. حضرتك اشرت دلوقتي انه حاجه زي الدواء 90% مكونات الدواء بنستوردها من الخارج. التخفيض ما بيميزش. التخفيض المرونه بقى اللي بيتكلموا عنها في الاتفاق مع الصندوق ما بتميزش. هتاخد عاطل في باطل، كويس كده؟ الكل ما اقول لك انا مش هطبق كذا سعر، هو سعر واحد خلاص. وبعدين انا بقى اتحدى طب امال اعمل ايه؟ افضل حاميه جنيه وهو ده مش هحمد جنيه، مش هحمد جنيه. شوفي اللي انا بقوله دلوقتي، انا من حقي، من حقي كعضو في نظام التجاره، وهذا موضوع لم يتم الاشاره اليه على الاطلاق في كل الكلام مع الصندوق. وطبعا الصندوق مصلحته ما يجيبش سيرته طالما ان احنا مش اسواق عالميه، فانت تمام اقول لك قلل الواردات. طيب. ليه؟ لا انا من حقي ان انا اتخذ اجراءات تقليل واردات. الواردات بتاعتنا حوالي تخطت 60 مليار وتقترب من 70 مليار دولار. في الوضع الحالي من الممكن جدا اتخاذ تدابير لتقرير هذه الواردات بنسبه 10% على الاقل. 10% دي تفرق معايا كتير جدا. طبعا لها اجراءات طبقا للاتفاقيه. وكل الناس عملتها، ان انا اقعد مع الشركاء من خلال اليه التجاره، لجنه التجاره، ميزان المدفوعات في منظمه التجاره العالميه، اقول لهم وضعنا الفكره كلها ايه؟ الاقتصاد المصري تعرض لصدمة خارجية سلبية تمثلت في انخفاض في عائدات السياحة بنسبة 40%، انخفاض في تحويلات العاملين بنسبة أكبر من كده، انخفاض في التحويلات الرسمية اللي السنة اللي فاتت كانت 2.6 من 10 مليار دولار، السنة اللي نزلت إلى 60 مليون جنيه للمصريين في الخارج دولار، متأسف. تمام؟ كل ده معناه ايه؟ انه دي صدمه خارجيه سلبيه. لا، والصادرات والتصنيع والمصانع اللي قافله يحق لي انا، يحق لي انا طبقا لعضويتي في منظمه التجاره العالميه ان اقول يا جماعه انا من حقي ان انا اخفض الواردات مش عن طريق تخفيض سعر الصرف. فلما النتيجه ايه بقى لما اخفض الواردات؟ بخف الضغط عن الجنيه. هي دي الفكره. بخف الضغط عليه فيبتدي سعر الجنيه للاستقرار، ولكن ده مش الاجراء الوحيد. انا اسفه، كان دكتور مصطفى سعيد قاعد مكان حضرتك كده من حوالي 10 ايام وزير الاقتصاد السابق، وقال لي انه حتى وانا بستورد كان في قرار كده كان هو فكر فيه، ولما خده تواجه بمقاومه كبيره انه ما يبقاش المستورد يروح يعني ملزم ان هو يجيب بالدولار، يعني يدبر دولار، ان ده البنك المركزي هو ملوش اي علاقه في البنك المركزي، فما يبقاش فيه مضاربه بقى ولا يروح الصرافه ولا الكلام ده كله، ان ده قرار ممكن لو تم اتخاذه يعني يفرق كتير. وحتى في الكلام ده وانا بنتكلم على الدولار، شركات الصرافه الدعوة دلوقتي لإغلاقها من البرلمان نفسه، هل ده حل مش حل؟ أو من رئيس البرلمان تحديدا؟ أنا دلوقتي عايز أقول لك في مثل في بلدنا بيقولوه، ها؟ وأكيد اللي بيشاهدونا عارفين، بقول لك ما 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 قدرش على الحمار الشطر على البردعة. سمعتيه ده؟ طب أوكي. وهنا دي إشارة لشركات الصرافة يعني ولا لا؟ أنا عايز أقول الموضوع أعمق من هذا. عارفة الاتفاق اللي أنا قلت عليه ده ودرسته بصفة، يا ريت حد بس يقرا الكلام. طب الأول ضد قفل شركات الصرافة يا دكتور؟ نعم، ضد قفل شركات الصرافة؟ لا، أصل دي ما تحلش المشكلة، دي ما تحل، ما ده أنا أقصده، يعني ما قدرش على الحمار الشطر على البردعة. أنا إيه اللي خليني أدخل في ذلك؟ أنا أروح على طول لمنظمة التجارة أقول له يا جماعة أنا هتخذ إجراءات هيخفض الواردات بتاعت 10% دي مش كتير. ده في بلاد عملتها باكتر من كده. 10% توفر لي من 6 ل 7 مليار دولار في السنه. تفرق كتير معايا جدا بالنسبه لوضع الضغط على الايه؟ على الجنيه والاستنزاف الاحتياطي. دي نمره واحد. نمره اثنين، ودي الورطه اللي وقعنا فيها صندوق النقد الدولي اللي مضينا معاه سنه 91. اللي هو ايه بقى؟ قال لك انت تربط الجنيه بتاعك بالدولار الامريكي. وبعدين سعر الجنيه بتاعك في مواجهه العملات كلها مبني على سعر هذه العملات مع الدولار الامريكي. كارثه بكل المقاييس. طيب دلوقتي امريكا عندها عجز مع الصين. فبالتالي الدولار الامريكي يتدهور في مواجهه عمله الصين. انا عندي عجز، لو خدت حاله، انا عندي فائض معاها، او امريكا عندها فائض مع اليابان، فيبتدي الدولار يطلع في مواجهه الين الياباني، صح؟
ولكن نتيجة نظام سعر الصرف الجنيه نفسه ترتفع قيمته في مواجهة الين الياباني. بدي إشارة غلط، عارفة؟ إشارة غلط. أنا عندي عجز مع اليابان فمفروض أخفض عملتي. فطب تقولي طب إيه الحل؟ الحل بسيط جدا، أربط بسلة عملات. إيه اللي يخليني أولا أمريكا والدولار الأوحد ده ما هواش أهم شريك تجاري؟ أمريكا شريك تجاري من الدرجة الثانية، أهم شريك تجاري الاتحاد الأوروبي. وأنا حرة في اتخاذ القرار ده بدون من أعمال السيادة. لا يعني ضغوط سياسية، حسابات دولية، مؤسسات اقتصادية تتكلم معايا فيه يعني. شوفي إن كان فيك الله يعافيك، المهم تبقى عارف الموضوع. أنا من حقي إن أنا أتخذ أحدد نظام. إيه حصيلة الأمثال دي يا دكتور جود؟ نعم؟ إيه حصيلة الأمثال دي؟ ليه؟ عشان انا راجل غلبان. لا عايز اقول الاتي، شوفي لا دي نقطه اصلا منسيه جدا يعني. فعلا. الكلام على مرونه، وانا كنت متخيل ان حد هيسير مساله نظام الصرف. ده اسمه نظام الصرف اللي هي الطريقه اللي بتحدد بيها سعر الصرف. بس تفتكر الدوله ملزمه فعلا انها تاخد القرار ده، ولا برضو حضرتك قلت لي ده متوقف على قوه المفاوض المصري؟ طبعا اذا كان الوزير مش عارف انه طبقا لاتفاق الجات من حقنا ان احنا ناخد اجراءات لتخفيض الواردات من غير تخفيض الجنيه ولا الكلام ده كله. لا يعني ده واجه الخطوره، واجه الخطوره. انا اتمنى انه الرئيس يعني ياخد باله انه النصيحه اللي بياخدها من المستشارين بتوعه يتوقف عليها حاجات كتيره جدا جدا بالنسبه لهذا البلد وبالنسبه لمصيره، وبناء عليه لازم احنا ناخد بالنا ونقرا التفاصيل كويس قوي. الاتفاق مع صندوق النقد ما هوش طوق النجاة، هيدخلنا في سكة تخفيض الجنيه ومش هتجيب النتيجة للأسباب اللي أنا قلت عليها، هينتج عنا تضخم تعالجي، هيزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وقضية الدين قضية منسية. الحديث يطول يا دكتور، وإن شاء الله نرجع ويكون لنا لقاء مع حضرتك، لكن الخلاصة يعني لو حبينا نقول تشخيص واضح للمشكلة والأبعادها، الشفافية ومصارحة الشعب المصري. أيوة. وقفة جادة مع الفساد. نتكلم النهاردة الحكومة تاخد نفس النهج ده، وقفة مع الفساد زي ما حضرتك بتقول أحد أهم العوامل يعني وصلتنا للوضع ده، إجراءات إصلاحات لازم تتم، قوة المفاوض المصري في فرض الشروط اللي تتناسب مع طبيعة الأوضاع وطبيعة الظروف كمان اللي بيمر بيها المصريين. إنما بس عايز أقول حاجة في الختام، يعني إذا تصور أي مسؤول في هذا البلد إنه الحل في إيد الصندوق فهو واهم جدا، إنه كل تجاربنا في الماضي زي ما أنا درستها وكل تجارب الدول الثانية في الماضي بتقول عكس كده تماما. ما حك جلد أو مثل تاني هو يعني ما حك جلدك مثل ظفرك. كويس كده؟ أنا لازم فتولى أنت زمام أمرك، فأنا لازم أتولى زمام أمري، ما أقدرش أسيب سعر الصرف بالطريقة دي واقول لك ايه في الشركات الصرافه. ما فيش بلد بيدار بفرق امن هنا وهناك، ما ينفعش. في منطق اقتصادي لابد من اتباع هذا المنطق الاقتصادي، وفي اراده سياسيه لتنفيذ ما يحقق الصالح العام. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور جود عبد الخالق، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمرين مع حضراتكم بكره يوم جديد في الحياه اليوم، نتعامل فيه مع اخبارنا، نتعامل فيه مع اوضاع صعبه، بنحاول نقوم ونقف على رجلينا، بنتعامل مع تحديات كثيره، ان شاء الله ربنا طلعنا منها على خير سالمين باذن الله، والبلد دي باهلها ان شاء الله يشوفوا كل الخير. اشوفكم بكره. We'll be right back.